من اجمل الاكتيفيتيز اللي ممكن تعملها في البانيا هي رحله فلورا البحريه. الرحله دي بتطلع من فلورا كل يوم الساعه 10 الصبح، وبتبقى تكلفتها حوالي من 20 ل 25 دولار. الرحله دي بجد مبهجه وممتعه وبتغير المود بتاعك تماما. واسيبكم مع الفيديو واستمتعوا بيه يا جماعه. دلوقتي يا جماعة احنا دخلنا على المارين، او داخلين على المارين اللي هي بتطلع منها المراكب والرحلات. طبعا في هنا يعني يعتبر ميناء دولي كمان بتسافر منها السفن للبلاد التانية عادي، في حركة سفن ما بين مثلا ألبانيا وإيطاليا، ألبانيا واليونان. ده المرسى بتاع فلورا، دي مدينة فلورا، دي المركب اللي احنا طالعين عليها. By anyone if they are left free. On floor one, you will find the restroom. Left side, women's toilets and male toilets on the right side. طبعا زي ما انتم شايفين الشعب الالباني من الشعوب اللي هي المبهجة والمفرحة جدا، اللي بيحب الرقص والضحك وما بيقعدش ساكت خالص يا جماعة في مكانه. للأسف المصريين كلهم كانوا قاعدين وانا الوحيد اللي قمت رقصت. واتمنى ان الناس كلها لما تبقى طالعة رحلة تحاول تستمتع يا جماعة بالرحلة وتغير جو وتخرج بره المود اللي هي فيه. بدلنا يا جماعة معاكم في جزيرة كربوران، الناس شوية قاعدين على البيتش تحت البرجولة، وفي ناس بتستمتع بالوقت جوه المركب، والجو جميل جدا جدا. شهر سبتمبر من اجمل شهور يا جماعه، البحر. دي الرحله اللي بنطلعها من بلورا، بتطلع الساعه 10 الصبح وتخلص الساعه 6 المغرب، نقعد فيها حوالي 8 ساعات، بنروح ثلاث اماكن. تستمتع لوقتك على المركب زي ما انت عايز. وده اللانش السريع بناخدوه، بتروح في كيف كده بتاع اسمه الشيخ علي كيف، حوالي نص ساعه رايح جاي بالقعده هناك. وعايز هنا في ريستوران، اللي عايز ياكل حاجه يشرب حاجه طبعا بيدفع. دي هي الاسعار. ده يا جماعه المفروض شاطئ فلورا، كل دي فلورا، وادي ادي المركبه هي اللي جايه. ده اللانش السريع. اللانش اللي جاي من الكيف هو ده، كان الرحله اللي بتطلع حوالي 35 دقيقه زي ما انتم شايفين. هي وصلت طبعا. انت ممكن تقضي الوقت بتاعك كله في الثلاث ساعات بتوع كربوران دول على المركب عادي جدا، وتنط في البحر زي ما شفنا وانت على المركب، وممكن برضه تروح تنزل تقعد على الشط. الشط حلو برضه، بس خلي بالك ان الكراسي والشماسي بالايجار بالفلوس، وفي مطعم وفي حمامات وفي كل الخدمات اللي انت عايزها. ايه؟ احنا دي احلى بكتير، هي دي عادتها متعبة، هي منظرها من بعيد حلو. ليه يا عم؟ هو ممكن يكونوا عاملينها كده عشان خاطر المنظر يشد الناس. كده يا جماعة احنا خلصنا رحلتنا في كاراربوران ايلاند. المفروض قعدنا ثلاث ساعات وشوية، بعد
بعد كده بنتجه لجزيرة تانية اسمها سازان ايلاند، هنقعد فيها ساعة، وبعد كده بنروح كيف او كهف اسمه الشيخ علي. وكده بتكون رحلة النهاردة انتهت. هي دي سازان ايلاند يا جماعة. Ayulint nochi disa kon floton vetare turke men titullin e kapitenit të flotës ushtarake. Vendosën në gjirin e Vlorës. Ai formoi floton e tij të piraterisë dhe u shndërrua në piratin më famkeq për pastisjen e anijeve perëndimore. Këtë e dëshmojnë shkrimet e misionarëve. Do të shkruante ai për udhëtimin e tij në brigjet tona. Bëhet fjalë për vitin 1668, kur De Camillis udhëtoi nga Italia për në dërmi e Himar, ku edhe shërbeu si misionar. Located on the peninsula, there is the famous Haji Ali Cave. This cave came as a base for fighting combat ships of England, Venice, and France to defend Albanian shore. وبكده يا جماعه بتكون رحلتنا البحريه في فلورا انتهت. زي ما شفتوا رحله جميله جدا جدا وممتعه. الرحله دي بتطلع من فلورا كل يوم الساعه 10 الصبح، فانت لو هتروح لوحدك هتروح لفلورا قبل الساعه 10 الصبح، ولو هتطلع من تيرانا هتحجز مع اي شركات سياحيه هتروح اليوم رايح جاي. والرحله دي بتتكلف 25 دولار وممكن مراكب تانية بتعملها باقل، بس اكوا مارين كانت هي اللي عليها ريفيوز كويسه. يا ريت يا جماعه الفيديو يكون عجبكم وتعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تشوف فيديوهاتنا الجايه كلها، واشوفكم على خير ان شاء الله.